قانون براءة الاختراع في دولة الإمارات العربية المتحدة يمر في مراحل شبيهة بأي مراحل في دول العالم الأخرى. المرحلة الأولى هي قرار التسجيل، المرحلة الثانية البحث عن الحداثة، المرحلة الثالثة تقديم الطلب في مكتب براءة الاختراع في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرحلة الرابعة مرحلة النشر، المرحلة الخامسة المقاضاة، والمرحلة السادسة تسجيل براءة الاختراع. طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة هي عضو في معاهد التعاون الدولي بشأن براءة الاختراع اللي هي البي سي تي Patent Cooperation Treaty. كذلك دولة الإمارات العربية المتحدة عضو في مجلس التعاون الخليجي لمكتب براءة الاختراع. مكتب براءة الاختراع لمجلس التعاون الخليجي يغطي كل من الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، السعودية، عمان. مجلس التعاون الخليجي ليس عضوا في معاهد التعاون الدولية بشأن براءة الاختراع. للمعرفة أكثر عن برنامج تكامل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني تكامل.gov.ae.